السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دنیا اور آخرت کو بہترین بنانے کے لیے، کامیابی کے لیے تین دعائیں ہیں، ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے، تو انشاءاللہ ان کو سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آتنا، اس کو ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنة، اللہم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرتی حسنة وقنا عذاب النار، حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة وقنا عذاب النار۔ اور دوسری دعا یہ ہے، اللهم إني أسألك العفو، اللهم إني أسألك العفو والعافية، والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اور یہ تیسری دعا، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة،